أيضا بندر، سمعنا رأيك في استقالة ياسر مسحر، وقلت أنها منطقية وأنه العمل في نوع من الضغط والازدواجية وما إلى ذلك. أما عن التشفير، هل أنت من يطالب به هذه المرة هي الأندية، ليست الجهة الناقلة حتى وليس طرف آخر، من يطالب به الأندية؟ الأندية لا هل بهذه الطريقة هي لا تفكر بجماهيرها التي سيغضبها هذا الأمر، أم أنها تفكر فقط بمصالحها وتعتقد أن جماهيرها يجب عليها أن تقدر هذا الأمر؟ أنت شو رأيك في الملف برمته؟ موضوع التشفير هو سلاح ذو حدين، يعني أنت حتخسر الجماهير، هذا شيء أكيد، يعني حتخسر جماهير في الملاعب شيء أكيد، وأيضا على القيمة التي ستقدم من أجل شراء هذه المباريات ومن الجمهور، وأيضا ماذا ستقدم القنوات الناقلة من محتوى للجماهير. يعني إحنا أمس أنا شفت عبر مواقع التواصل الاجتماعي يعني من أسماء يعني تؤكد أن المبلغ ما بين 500 إلى 1000 ريال للدوري السعودي، وهذا مبلغ أنا أشوفه أنه مبلغ كبير بصراحة. يعني 500 الدوري السعودي ليس محتوى يستحق 500 إلى 1000 ريال؟ أنا مباريات تستاهل، شفت لقطات جميلة العالم بعض بعض اللاعبين وبعض النكات في الملعب. لا أنا أتكلم عن ماذا تقدم القنوات الناقلة من محتوى غير المباراة. يعني أنا ما أشتري مباراة فقط، أنا أشتري محتوى كامل من برامج، من استديوهات تحليلية، من محللين، من معلقين، من مذيعين. يعني شيء هي في النهاية يعني عملية جماعية، يعني فمن الصعب أني أنا أروح أشتري بس مباريات فقط بمبلغ، يعني أنا أشوف أنه مو مبلغ 500 مو مبلغ رمزي، يعني خمس يعني أشوف مبلغ كبير، يعني إذا كنت ستقدم بس مباريات فقط. لكن بالذات أنه موجه للشباب غالباً، والشباب طبعاً يعني طبعاً، يعني لما يكون أنت تشتري مباريات فأنت لازم تقدم محتوى كامل للجمهور الرياضي، يعني مقابل الخدمة، مقابل مبلغ يكون خدمة. طيب وأيضاً حتخسر، صحيح أن الأندية حتستفيد من مبلغ التشفير شيء واضح يعني، لكنها حتخسر الجمهور في الملعب. جميل.